المطلوب منك لو كان سرق تيار كهربي فحضرتك يعني ما عندكش الموضوع ده، او كان عليك محضر سرقة تيار كهربي وتحول للقضاء وحصلت على البراءة، خدت براءة، فحضرتك هتاخد صورة بطاقتك الرقم القومي، صور بطاقات او شهادات ميلاد الناس المستفيدين معاك على البطاقة التموينية عيلتك، وهتاخد معاك صورة بطاقة التموين، وهتاخد صورة الحكم القضائي اللي بيقول ان حضرتك غير سارق للتيار الكهربي، او ان انت خدت براءة من موضوع سرقة التيار. حضرتك بتودي الكلام ده كله الى اقرب مكتب تموين ليك، بيستلموا منك والمكتب بيحوله على مديرية التموين، ومديرية التموين بتحوله على وزارة التموين، وبناء عليه بيتم فحص الملف بتاعك او الاوراق دي، وهيلاقوا لو لقوا ليك ان انت احقية ان انت تعود للدعم تاني فبتعود للدعم تاني. الحالة الثانية وهي الاعتداء على الأراضي الزراعية، وهي نفس الموضوع الكهرباء برضو، ان حضرتك كل المحاضر اللي هي تم تحريرها ضد الناس اللي مثلا اعتداء على الأراضي الزراعية او جرافة الأرض او الكلام ده كله، بتبقى الناس اللي خدت احكام بالبراءة، يعني ما عملتش الفعل ده فعلا واسمها جه غلط او يعني ايا كان، حضرتك برضو نفس القصة، هتاخد حكم البراءة مع بطاقتك التموينية، صورة بطاقتك، صور المستفيدين شهادات ميلادهم او بطاقتهم الشخصية المستفيدين على البطاقة التموينية وحكم البراءة، وهتروح برضو اقرب مكتب تمويني تسلم الحاجات دي هناك علشان تعود تاني لصرف المقررات، او يعني تشغل بطاقتك التموينية من جديد. طيب في حالة ان كان الايقاف ان انت صرفت عشان عندك حد كان متوفي ولم تبلغ ان هو توفى، وقعدت تصرف حصته التموينية والخبز بتاعه وهو متوفي اصلا، فبالتالي تم ايقاف البطاقة التموينية عن الصرف للحالة دي. الحالة دي حضرتك بتروح بتعمل حاجة اسمها ان انت بتسدد فروق اسعار. يعني ايه بتسدد فروق اسعار؟ يعني حضرتك بتروح بتقدم كل المستندات وشهادة الوفاة والحاجات دي كلها، ومن تاريخ الوفاة للتاريخ اللي هو ايقاف البطاقة بيعمل لك المتوفي اللي انت كنت بتاخد حصته دي وبتقوم زلت ان انت بتصرفها، بتسدد قيمة الدعم اللي انت كنت بتاخده للمتوفي ده، بتسدده تاني للدولة، وبترجع تاني تشغل البطاقة التموينية. ده وفقا للمعلومات اللي عندنا.